مساء الخير. الابتسامة جواز مرور لقلوب الآخرين. حلو أن تكون أسناننا جميلة علشان تكون ابتسامتنا أجمل. في بعض الأحيان ممكن يعاني بعض الأشخاص من اصفرار الأسنان أو أن أسنانها مكسرة. في هذه الحالات المفروض نتوجه لطبيب مختص علشان نسوي بعض التقنيات اللي تخلي ابتسامتنا أجمل وثقتنا بأنفسنا أكبر بابتسامتنا. المفروض في تقنيات عديدة، ولكن تقنية الفينيرز أثبتت فعاليتها بالابتسامة الجميلة والأسنان النظيفة واللون أيضاً الأجمل. توجهنا لعيادة دونا ميديكال سنتر في الجميرة لمقابلة الدكتور حسين الأيوبي علشان يكلمنا أكثر عن هذه التقنية وشو الحالات اللي مفروض إنه يسوون فينيرز. ابتسامة هوليوود، يعود أصل هذا المصطلح إلى نجوم هوليوود الذين لا يظهرون إلا بأسنان ناصعة البياض وشديدة اللمعان، حتى نكاد نظن أنهم لم يعانوا يوماً من أي مشكلة من مشاكل الأسنان. واليوم ما زالت تحافظ ابتسامة هوليوود على تسميتها رغم أنها تخطت جدران هوليوود إلى جميع مدن العالم، حيث أنها لم تعد اليوم حكراً على المشاهير فقط. وابتسامة هوليوود هي عبارة عن وضع قشور فينير رقيقة على الجهة الأمامية من الأسنان، فتعمل هذه القشور على تغيير لون وشكل وحجم وحتى طول الأسنان بما يتوافق مع شكل الفك والفم الخاص بكل شخص. دكتور حسين الأيوبي في أسرار الجمال اليوم. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بدونا ميديكال سنتر. يا هلا ومرحب فيك. قبل لا نبدأ عن موضوع الفينير وغيره وقشرة الأسنان ونتعرف عليها، خبرنا كيف من الممكن أن نحن نقي أنفسنا ما نحطي أصلاً فينيرز ونحاول أن نحافظ على أسناننا الطبيعية بطريقة نظيفة شكلها لونها. تمام، بشكل عام دائماً بننصح المريض تفريش الأسنان كما هو معروف من السطح الخارجي من السطح الداخلي، يستعمل فراش بين الأسنان، خيوط بين الأسنان، بالإضافة إلى الغسولات الفموية. أوكي دكتور، نبدأ بموضوع الفينير. تمام. الفينير شو هو بالضبط ولماذا سمي بهوليوود سمايل؟ تمام، هلأ راح أجاوبك على الشق الثاني قبل الشق الأول. يلا. سمي بهوليوود سمايل لأنه اللي بلشوا فيه بالبدايات هن المشاهير. شو هي التقنية؟ التقنية هي كما هو معروف نبرد سطح السن من 0.03 ل 0.05 تقريبا، يعني سماكة كتير صغيرة. نعم. بتجي عليها الفينيرز، هي القطعة بتكون من مادة معينة، زيركون أو إيماكس أو فيلدسبات مثل ما حكينا، بسماكات حسب كل حالة، وبتلزق عليها بتعطي اللون والشكل اللي بنطمح له. نعم. تمام. الفينيرز من شو مصنوع؟ يعني العديد من الأشخاص يسألون إن شو هي المواد المصنوع منها الفينيرز؟ أي شيء بالأسنان بيتركب تركيب بيكون مصنوع من مادة البورسلان. هي مادة طبيعية، في منها أنواع، يعني بتجي في أشهر شيء بلشوا بالزيركون، بعدين تطوروا صار في الإيماكس اللي هو دخلوا له الزجاج، لون زجاجي بيعطي ترانسبيرنت شفاف بسماكة أقل حتى من الزيركون، لأنه الزيركون بيكون سماكته أكتر يعني. بعدين طور هلأ أحدث الصيحات عم يكون الفيلدسباتيك بيكون سماكة 0.1. نعم. عم يكون يعني يا دوب العين تشوفه، عرفتي؟ نعم. قد ما رأيك. طيب السؤال، منو الأشخاص اللي يقدرون يسوون فينيرز؟ هل جميع الأشخاص يقدرون يسوون هذه التقنية ولا في أشخاص ما يقدرون يسوون؟ أكيد في ناس اللي عنده فراغات كبيرة ما فينهم، فراغات بين الأسنان كبيرة ما بيقدر يعمل فينير. اللي عنده مشاكل فقد أسنان ولا مشاكل انفتال بالأسنان لازم يعملوا تقويم بالأول بعدين يتجهوا للفينيرز. أوكي. يعني مو كل حالة فورا فيك تعملي إنديكيشن إنه لا نحن بنعمل فينيرز. نعم. لا يعني لازم يجي يعمل استشارة يشوف شو المشاكل وقتها بنحدد عليه. ويانا حالة اليوم. تمام. اخترت أن تسوي لها تقنية الفينيرز. تمام. خبرنا عنها أكثر، أسنانها شو فيها. أوكي. لون الأسنان وشو اللون اللي اخترته لي أسنانها. تمام. وهل الأسنان لها علاقة بلون البشرة؟ طبعا أكيد. هلا أول شيء مريضتنا ناشطة ما شاء الله على السوشيال ميديا، ما شاء الله. يعني معروفة وبتطلع كثير ستوريات ولايفات. الفكرة انه هي كان عندها شوية تصبغات وعندها شوية تراكب بالأسنان. أوكي. يعني ميلانات بسيطة ما يبالها تقويم؟
الميلانات هي ممكن تنعمل بالتقويم، بس هي حتاخذ معها مده طويله، وهي بسبب انه تطلع على الهواء كثير ما بتحب يكون في بريسز على الهواء كل يوم، راح تضل ممكن 5 شهور أو 6 شهور. طيب شو الحل؟ فلجأت الى احتمال فينير، اجت عملت استشاره، نحن شفنا انه عندها امكانيه لتعمل فينير بسبب ان كان اللون وبسبب انه تعدل شوي بالفراغات بين الاسنان، وعلى هذا الاساس اشتغلنا. اوكي، ولون الاسنان اللي اخترته هل له علاقه الأسنان بلون البشره؟ اكيد. لون الاسنان دائما نحن بنختاره، اول شيء نحن بنشوف رغبه المريض، لانه في مرضى بيجي خلص انا بقول لك انا بدي ابيض، ما بيتناقش، بنقول له انه عند لا عند هذه الصوره خلص لجمال الابتسامه لازم كل ما تكون بيضاء، اسناني ابيض كل ما. بس انا صح. اللي شايف يعني اللي عم بصير انه بعد ما عم يركبوا اسنانهم البيض عم يجوا بعد سنتين، لا دكتور ما بقى بدنا اسنان بيض، ركب لنا اسنان شفافه، يعني صح. الاذواق عم تختلف بين سنه وسنه، خاصه انا صار اليوم يحاولون ان يكونون الاسنان وكل شيء طبيعي. تمام. حتى ولو تجمل التوجه الجديد صح. نحن ما نروح للابيض بهدف بس انه نروح على الابيض، نحن بنقدر نفتح الاسنان نعط. يعني بناخذ اول شيء لون البشره، اذا المريضه سمراء المريضه بيضاء، عرفتي، بنشوف بياض العين، لون العيون، كله هذا الشيء عوامل صح. بتاثر، بناخذ راي المريض، بناخذ راي اكثر من حدا لحتى نوصل يعني لافضل لون مناسب. أوكي. في العديد من الاسنان او قصات الاسنان خليني تمام. اسميها صحيح. اللي صارت موضه صحيح. وخلصت موضتها وترد موضه جديده، اسنان الارنبيه، الاسنان بالانياب، الاسنان اللي بصف واحد. طيب نحن نلحق الموضه بموضوع الفينيرز ولا ان نحن نشوف شو نحن يليق على وجوهنا؟ طيب هلا المبدا الرئيسي بهيدا الخيار بدنا نفصل البنات عن الشباب، اللي بيلبق للبنات ما بيلبق احيانا للشباب. اوكي، الاكثر شيء اول شيء البنات ليديز فيرست، الليديز اكثر شيء عم يلبق لهم الاسنان اللي حوافها مدوره، ما في شيء حاد، وعم يكون السنترالز اللي من قدام عم يكونوا اطول شوي، عم يعطي مظهر انوثي اكثر، كثير من الصبايا عم يتوجهوا على هيدا. أوكي. الشباب لا، الشباب يعني بهمهم الاسنان كلها حجم واحد وشكل واحد صفه واحده، تبعيه الانياب اللي بتكون بارزه كثير شبابيه اكثر من انه انوثيه، لانه شكلها شوي حاد. تمام. مع تطور التقنيات اكيد في العديد من التقنيات للحفاظ على الاسنان، لتغيير الاسنان بشكل افضل. خبرنا اكثر شو الفرق من بين الفينير واللومينير، وخاصه ان العديد من الاشخاص يقول لك انا لا انا ما ابى ابرد اسناني عشان ما اخسر شيء منهم، بسوي اللومينير لانه هي نفس العدسه. تمام. مجرد تركيب تمام. عدسه للاسنان، هي بالنهايه عدسه نفس الفينير، بس كمان السماكه تبعها بتكون الثيكنس تبعها قليل اقل بكثير، يعني نعم. احيانا توصل قلت لك ل 0.1. تمام. الفرق بيناتهم انه الفينيرز اجباري بده بريب، ولو ميني بريب بس بده بريب، اما اللومينيرز عم يجي بيلزق بدون اي شيء، بيجي المريض بيقعد بدون بنش بدون اي شيء وبتلزق هي العدسه. بس هون في عندنا مشكله واحده، هي انه هيدي العدسه لما عم تلزق بالنهايه الى سماكه، هيدي السماكه بحتاجه يعني انه عنايه اكثر اكثر بألف مره من الفينيرز، لانه عم تبقى شويه بقايا طعام بكتيريا صح. بهي المنطقه عم تعمل التهابات للنير. نعم. يعني على المدى الطويل لحد الان اللومينيرز ما اثبت صح. ما اثبت انه هو الافضل لحد الان. نعم. عرفتي ايه؟ كم يبالنا وقت لين ما نخلص؟ ان شاء الله خلال ساعه بنكون خلصنا. ساعه انا ساعه وبرد لكم يا دكتور ان شاء الله. يلا نشوفكم. ابتسامتك بتكون وايد جميله وانت اصلا جميله. طبعا هلا قبل ما نبلش بتركيب الاسنان راح نعمل بوليشينج لحتى نحط العدسات على اسنان نظيفه خاليه من اي تصبغات واي مشاكل. هلا حنعمل تراي ان تجريب للاسنان على وش المريضه، واذا حبيناهن وكانوا تمام راح نبلش بالالصاق فورا. هلا العدسات صارت جاهزه مثل ما شايفين، راح نعمل تجريب لها وراح نشوف النتيجه كيف راح تطلع. هلا خلصنا تركيب العدسات والمريضه راح تشوف النتيجه النهائيه، راح نعطيها المرايه ونشوف رده فعلها. يا
يعطيك العافية دكتور حسين، ابتسامتها جميلة فعلا جدا، الله يعافيك. زادتها جمال أكثر وأكثر، وفعلا يمكن لو نقول أن الابتسامة هي أعظم سر من أسرار الجمال. الحمد لله، أهم شيء يكون عجب المريضة، وطبعا بالنهاية الابتسامة بتأثر على شكل الوجه وتعطي جمال فعلا. أكثر. الحين بدينا كيف وقاية الأسنان علشان ما ندخلي موضوع تقنية الفينيرس، ولكن الحين عقب ما سوينا الفينيرس كيف من الممكن أن تهتم بأسنانها؟ تمام، هلأ نحن رح نعلمها للمريضة كيف تستخدم فرشاة الأسنان بعد تركيب الفينير، وكيف تستعمل الفلوس دينتال، ونخبرها شو لازم تعمل مشان تبتعد عن أي مشاكل من تصبغات أو أي شيء، ورح تعمل زيارات دورية كل 3 إلى 4 شهور لحتى تضل ابتسام تعجمها. يعطيك ألف عافية دكتور حسين الأيوبي ولعيادة دونا ميديكال سنتر على اهتمامكم بالموديل اللي يعني اليوم، وفعلا ابتسامة جميلة جدا. الله يعافيكم والله يسعدك مثل ما أسعدتها. شكرا لكم كمان. يعطيك العافية. مشاهدينا الحين بنروح للفاشن، خلكم وياه يعني.